لا تقلق يا شيخ، سيف ترى من يوم هو صغير وهو حساس بزود، إن شاء الله يوم يومين وبيرجع. سيف كبر ما عاد هو بسيف اللي أنت عارفه. ولو يرجع إن شاء الله. بسم الله. الله يا شيخ شكله طاويه الجوع، له يومين ما أكل. يا رجال إيديكم إيديكم معنا. يلا 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 معنا، وصلوا لي البيت. لا لا خلوني أكمل أكمل بس أكمل شوي أكمل. يلا يلا. يا الله يا شيخ والله علمك غانم علمك غانم. شوي 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 الخير واجد. وسم قل بسم الله يا أخو. جايع جايع. طيب شو اسوي؟ بسم الله بسم الله. من أي ديرة يا الأجودي؟ خله يشبع يا شيخ ويعلمنا باللي نبي إن شاء الله. الرجال باين معيونه إنه شبعان، هذا وراه علم. فت عيونك زين. أبشر. وسيف انتبه لا يدخل الديرة وهذا فيها. أبشر يا شيخ أبشر أبشر. ترك ما فيها اليومين من الشغل، وجرتك ماشية، لا تشتغل لين تشافى وتعافى. سيف يا سيف. لا 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 مويا مويا. كان تصبر شوي. يصبر مويا مويا. أبى أجيب لك مويا بس اصبر. ارفق على الأكل أنت وجهي. أعوذ بالله. سيف سم وقف يا ولدي. يا سيف سم أبوك فواز. أيوة. طلب مني أقول لك لا ترجع للبيت. ليه؟ لأن فيه رجال وراه علم ما ندري عنه. انتظر لين أبوك فواز يقول لك وش السالفة. طيب وفيصل وينه؟ هذا فيصل قاعد عنده بالبيت. ليش ما يخ... ليش يخاف علي؟ ما يخاف على فيصل. يا سيف أبوك فواز أبخص. اسمع كلام أبوك. أبوك؟ جاك جاك كلمة جاك كلمة. أشهد أن لا إله إلا الله. لا تموت في هالبيت نبلش بك. امسك. مشكور مشكور. ما علي ولدي، من زمان ما شفت مثل هالأكل الزين هذا. ما علي. بالعافية بالعافية. يا ربي وين سيف وين راح؟